السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حزين ومتألم، حزين لأن بلادنا يوما بعد يوم تتلقى اللكمات وتتلقى المصائب، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ورعاه كان دائما السند الأول لليمن ولليمنيين، ولا زالت المملكة العربية السعودية تمد الاقتصاد اليمني بالعون والمساعدة. إذن أين تكمن المشكلة وأين تكمن المعاناة في ظل ورود أخبار مؤسفة عن ترحيل اليمنيين من جنوب السعودية؟ وفي حال ومن المعلوم أنه في حال تم إنفاذ هذا القرار، فلا شك أن كارثة ما على وشك الحصول، إذ أن أكثر من 10 ملايين يمني يقتاتون ويعتمدون كليا على تحويلات أقاربهم المقتربين في جنوب السعودية. هذه مشكلة الحكومة اليمنية المنهكة وليست مشكلة السعودية. أنا بدوري ألقي كل اللوم وأحمل كامل المسؤولية للقيادة اليمنية التي انتخبناها وصفقنا لها كثيرا، هم من فوضوا السعودية للتدخل في بلادنا، وهم من سمحوا للحوثيين باستلام السلطة حتى وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم. المغترب اليمني في الجنوب السعودي ومعهم أقاربهم ينتظرون لحظة الإعدام، بينما حكومتنا الرشيدة صامتة وخرساء لا تنطق، بل أنها لم تبدي أي رد فعل. يا لها من قيادة بليدة ويا لها من قيادة غبية هذه التي تحكمنا وتقودنا إلى المجهول، فسحقا لكم. لم تكلفوا خاطركم حتى بإلقاء كلمة تخفف آلام المغتربين. فعلى سبيل المثال يا وزير المغتربين، لماذا لا تستطيع الوقوف وتقول أمام العالم إذا تم ترحيل آلاف العمالات اليمنية من السعودية فهذا يمثل مصدر تهديد وخطر كبير للتهريب واللجوء إلى أبواب أوروبا؟ فمن سيتم ترحيلهم اليوم من السعودية لن يرجعون إلى اليمن الممزق، بل سيركبون الموج إلى أبواب أوروبا. لعل وعسى يشكل هذا الكلام ضغطا على قادة الرأي الدولي وعلى الحكومة السعودية المبجلة التي لم تقصر. أيتها الحكومة اليمنية، أين أنتم؟ إذا كنتم غير قادرين على التصرف قدموا استقالتكم فورا قبل أن نموت قهرا منكم. لن نلوم السعودية لأنها تبحث عن مصلحة مواطنيها وتبذل الغالي والنفيس من أجلهم، ولكنكم أيتها القيادة اليمنية بعتم الشعب اليمني بثمن بخس. سود الله وجوهكم وأبدلنا الله خيرا منكم على المغترب اليمني. ليس أمام المغترب اليمني إلا أن يحارب هذه القيادة البكماء التي أوصلتهم إلى محطة الترحيل. وفي الأخير عذرا أيها الشعب اليماني العظيم، فأنا مضطر أن أستجدي بالسعودية وأرجوها أن تنظر إلى اليمن بعين الرحمة والشفقة وتراعي الظروف القاهرة وتعمل على تأجيل هذه القرارات لحين يفرجها الله، من باب الأخوة ومن باب الجوار ومن باب الإسلام. لقد كنتم خير سندا لنا فجزاكم الله خيرا، وأخزى الله ولاة أمورنا الذين جرعون السموم والآهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.